قول رسيم احجيها على السهرة وبواجيها. عمر ما دافع الباب ولا منها الضلع صاب، عمر ما دافع الباب ولا منها الضلع صاب، فعدك هل توما تنفيها، فعدك هل توما تنفيها. من مثل عمر ذهب نقي الثوب، شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه للخليفة عمر، يقول ذهب نقي الثوب قليل العيب. أين المحسن؟ أين الخرافة؟ أين المسمار؟ أين الضلع المكسور؟ أين الباب المحروق؟ أين البيت المحروق؟ على الشيخ المفيد الناس معتمدة، رواية باب والمسمار ما عنده، إذا قالوا نرد للطبرة وسنده، همين في الخبر والأربال يشهده. على الشيخ المفيد الناس معتمده، رواية باب والمسمار ما عنده، إذا قالوا نرد للطبرة وسنده، همين في الخبر والأربال يشهده. ويبني الطقطق وياهم وهم الحلي تبناهم، ويبني الطقطق وياهم هم الحلي تبناهم، وراكم باكر حساب باكر حساب. عمر ما دافع الباب حقيقة ولازم احجيها على السهرة وبواجيها. عمر ما دافع الباب ولا منها الضلع صاب، عمر ما دافع الباب ولا منها الضلع صاب، فادك هل توما فإن أظهر الله فذاك ما تحب. نعم يا عمر إنك تحب أن تظهر أحكام الله. فإن أظهر الله فذاك ما تحب، وإن تكن الأخرى كنت ردءا للناس ومثابة للمسلمين. محسن ما سيقط والقصة منفية، خطبة فادك بعد الباب مروية، جت يم قبر ابوها وفاطمة بنية، وموجودة الصحابة تشوف هالجية. محسن ما صيقت والقصة منفية، خطوبة فادك بعد الباب مروية، جت يم قبر ابوها وفاطمة بنية، وموجودة الصحابة تشوف هالجية. مشت للوالد تزوره، عجب وبضلوع مكسوره، مشت للوالد تزوره، عجب وبضلوع مكسوره، ما معقول الكسر طاب. عمر ما دافع الباب، ما معقول الكسر طاب. عمر ما دافع الباب حقيقة ولازم احجيها على السهرة وبواجيها. عمر ما دافع الباب ولا منها الضلع صاب، عمر ما دافع الباب ولا منها الضلع صاب، فادك هل توما تنفيها، فادك هل توما تنفيها. إذا كان الإمام علي عليه السلام عمريا ماذا يبقى لنا؟ إذا كان الإمام علي عليه السلام عمريا، فالواجب على كل شيعي صادق أن يكون عمريا. أما مع المشعوذين، مع المستأكلين، مع أهل الأسطور والخرافة، فلا كلام معه.
كل راوي بكتابين في هذا اليوم هذا اليوم. عمر مو خاصم حيدر زواج ام كلثوم يصح قاتل زوجته وعينه تاخذ نوم. شلون تصير هاي والخبر مكتوم؟ كل راوي بكتابين في هذا اليوم. عمر مو خاصم حيدر زواج ام كلثوم يصح قاتل زوجته وعينه تاخذ نوم. شلون تصير هاي والخبر مكتوم؟ علي فلش ما باليها رواية مزور البيها. علي فلش ما باليها رواية مزور البيها وما معروف الأسباب. كان الإمام علي عليه السلام عمريا فالواجب على كل شيعي صادق أن يكون عمريا حبا لعلي واقتداء بعلي حبا لعلي واقتداء بعلي وموالاة لعلي عليه السلام. وهذا هو الدين. ما عندي هدف بس حاجي الحق ينقال. الأستاذ المحقق كشف بيه أشكال مساوي ومحاسن تنذكر بقوال. قضية مخلبوصة والعاقل حلال. ما عندي هدف بس حاج الحق ينقال. الأستاذ المحقق كشف بيه أشكال مساوي ومحاسن تنذكر بقوال. قضية مخلبوصة والعاقل حلال. والواجب كل شخص بينا يصحح منهج ودينا. والواجب كل شخص بينا يصحح منهج ودينا. أنا الشيع وبلا اعتاب جيم. هذا أصل العرب، فإذا اقتطعتموه استرحتم فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك. يأتي الخطاب الآن ويرى ما لا يحصل للعرب من العاجل. ويرى ما لا يحصل للعرب من العاجل.